انا قلت لك اللحظه اللي كنسمعها الصداع واحد المراه زوره بوبريه كتغوت والعافيه العافيه كنوض كنصبر العافيه دارت بيا العائل باقي لي ناعس 18 ملطه حتى شي حاجه ما ديت منهم شحال الحاجات شوف رجلي فيه العمليه ما كنقدرش نجري بالدرع ناضو الرجال كيطلقوا الكومه بالدرع تفكوا ولا شي حاجه ما هزيناش ما كاين حتى شي حاجه انت كتشوفها حتى كلشي تحرق لا بوطه ترتقوا المهم كنطلبوا الله مع المسؤولين يشوفوا معينا معين الرحمه ويشوفوا لنا ما نبقاوش في هذه الحاله هذه راه ما مر دابا حاليا ما عندي فين بس ما عندي لي ملاطي ما عندي حتى شي حاجه انت كتشوف بلاصه كلشي مشفط ملاطي كلشي مشالي ما بقى عندي فين نمشي دابا وكنطلبوا الله مع هاد الناس المسؤولين يشوفوا معي فينا بعين الرحمه ويشوفوا معنا هادشي هذا الله يجازيكم بخير ويعملوا معنا شي حال والله يوقف معاكم والله يرحم الوالدين ديالكم وعائشة مالك. السلام عليكم اخاي والله يرحم لكم الوالدين اللي جيتوا تشوفونا وجبتوا تشوفونا في هذه الحاله راه انا الموت اليوم شفتها بعيني انا سمحت في كل شيء انا كنت كنفطر وانا يا فخت وقيت خرجت برا وسمعت الغوات وخرجت برا لقيت العافيه قريبه ليا وانا نشد هذه من هنا هيدا وهذه من هنا هيدا وانا بلحفه والعائله ما لابسه لا والو لا والو وانا ندوز داك الشك كامل بجري كنجري فيه وسمحت في كل شيء سمحت في الاوراق ديالي في كل شيء كل شيء حوايجي كل شيء كل شيء مشى دابا كنطلبوا من السلطه ولا من هذا دير معنا شي حل راه الموت شفناه اليوم بعينينا راه كلشي مشانا دابا راه حنا مترجين دابا حنا ما عندنا باش نتغطاو ما عندنا لا باش نتغطاو ولا والو دابا حنا يا هاد الليله غنباتو في الزنقه هكا غيباتو هاد الاول شمن ذنب هاد الصبيان شنو ذنبهم يجيو يديروا معنا شي حل علاش حنا ضايعين هايدا يجيو يديروا لنا شي حل ويفكونا دابا هادي ثاني مره وهي كتوقع لنا هايدا تحرقنا المره الاولى ما داروا معنا والو دابا الحرقه الثانيه دابا يجيو يديروا لنا معنا شي حل انتم واش كتشوفوا البوطه البوطه كترتق بعينتك ها شوف البوطه كترتق قبالتك ها انت شوف شوف البوطه كترتق قبالتك والعواول صغارين والناس باقا ناعسة كاملة ها اللي كيهز ولادو هذا كيهرب والبراكة فيها علمي كتشبط فيها العافية وكدير هف العافية كديك العافية دغيا كتشبط فوقاش غتهربي انت فوقاش غتهزي انا مشيت بلحفة لا درا لا حتى الشد ديالي ما درتو شي والعائلة صغيرة ها هي ها درتها هايدا هزيتها وخرجتو هادي بلحفة مسكينة ومشيتو داك الشك كامل دوزتو برجليا والبواط كيترسقو والعافية شاعلة اخا يجيو يديرو معنا شي حل الله يرحم والديكم احنا شوف الحاله ديالنا ها الحاله ديالنا انتم كتشوفوا بقينا جالسين في الارض الله تعالى احنا ترجعوا الله تعالى ترجعوا السلطه يتعاونوا معنا الحاله ديالنا بقات تشف في فلوس مشاو لنا كتب هاد ولادي مشاو للحوايج ديال العيد مشاو للحوايج ديال اللباس مشى لي ما بقى لي حتى حاجه بقى لي على الله الكريم والسلطه تعاون معنا احنا جالسين في الارض اولادي بقاو لي بالزبطه اولادي بقاو لي بالزبطه العائله بقات لي بالزبطه نقيتها من الفراش البوطه طرطق ما عرفنا شي من نجات حتى شفنا العافيه رقبت علينا ما سيبنا ما نهزو ما سينا باش نهربوا تصريفه كان عندي تحت المخدة بالتليفون كلشي مشالي بقيت على الله وكريم حنا نترجعوا السلطة تعاونوا معنا ونترجعوا من الله تعالى طرف القلب من الرحمة انا وقينا مسيبي من الرحمة حتى حنا تشوطنا اوليدي الحبيب الحمد لله على لطف الله على هادشي اللي وقع هادشي اللي وقع اللهم لك الحمد بعدا ما كانوا فيه رواح ولكن الخسائر ديالنا ما بقى لينا حتى حاجه الليله راه ما عندناش فين نباتو لا غطا لا متاع لا ما ناكلو ترجعوا الله الرحمه والغفران اللي شاط لينا العمر ديالنا ما عرفنا وليدي هاد العافيه كيفاش وقع فيها مع الصباح باقي الناس ناعسين شي فاق شي باقي ما فاق حتى شفنا العافيه وليدي ركبت شدت معنا عندنا عرق صب وعلميكا وعشراوط ما عندنا لا لحله لا زنق لا والو راه عشراوط هو القصب والعواد عيساه من العافيه شدت فينا وليدي ما تينا عرفنا باش تبلينا كل عبيض لولاك خرج عبراسو 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 الناس مشات لي على كارطة مشات لي على الحاله المدنيه مشات الدواء الناس مساكن هنا راه كلشي اغلبيه مريض ما بقى لي متى حاجه حنا كنطالبوا سيد الوالي ينظر فينا بعين الرحمه والله ينصر سيدنا والله يقويكم الشباب والله يدير شي تاويله الخير اوليدي والحمد لله والشكر لله اللي شاط لينا العمر. السلام عليكم من قلب الحدث ديال ساكنه عين قنا مغوغه الكبيره طنجه طريق تطوان الملحقه الاداريه 19 في مغوغه هذا النداء هذا كنوجهه الامناء المسؤولين الامناء على راسهم السيد الوالي محمد المهدية جهه طنجه تطوان الحسيمه انه ينظر
بعين الرحمه ويعجل بحل فوري لهذه الساكنه. دابا بقات هذا الحريق مهول والاسباب ديالو مجهوله، ولهذا كنلتمس من السيد الوالي ان الشطر الثالث من الاستفاده من برنامج مدن بدون صفيح لحد الان مازال ما حصلش حتى الاعتراف، وبطائق التعريف ديالهم والمسائل الوطن يعني الشواهد الاداريه ما حاصلينش عليها، ودابا راهم في العراء غيبقاو. دابا خصنا الله يجازيك بخير حل جذري باش ما يبقاش هاد بوابات اوروبا وعروسة الشمال وطنجة الكبرى بانجازاتها الباهرة، وهاد الحالة تكون في طنجة. حنا انا كنستحياو ونشروا هادشي هذا، ولكن الحالة كتستدعي والاضطرار كيتستدعي هاد الصبيان هادو. خصنا السيد الوالي يشوف حل جذري، وكنشكروا الجميع على هاد المؤازرة وعلى هاد التواصل وهاد الحضور وهاد الحشد اللي هو صحافي ولا امن ولا هذا. جزاهم الله خيرا اللي شاركونا في الاحزان ديالنا، وانا بصفتي نائب ساكنة عينقنا لا الشطر الاول ولا الشطر الثاني، وهذا الشطر الثالث راه عباره كحوالي 7 سنين وما تحت اكواخ بلاستيكيه، محرومين من ابسط حقوق الانسان. والسلام عليكم ورحمه الله، والله يجيب الحل على السيد الوالي جهه طنجه تطوان الحسيمه، والسلام عليكم. اشتركوا معنا في قناه طنجه 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.